ففاجأنا في يوم فرقة الأيروبيك هذه بدل ما تتدرب في داخل الصالة كانت مستعدة تنتظر منتظراكم. اي فلما جات الفرقة مشوا قدامهم فكانوا يعملون الحركات التعبيرية على الإيقاعات اللي كانوا يمارسونها الشباب. هذه الدولة اللي كانوا يسمونها سلة غذاء العالم هي سلة غذاء الذوق شعوب وادي النيل، بس مختلفين في الطباع. طبع السوداني مختلف عن طبع المصري. يمكن المصري في عز أزمته يبتسم ويضحك، السوداني لا، السوداني على حسب الموقف. موقف فيه يعني تراجيديا يعني تراجيدي، لكن ما عنده مجاملة، ما يجامل السوداني، ما يجامل. يمكن هاي من الأسرار حبنا لهم، يعني هو ما يجامل يعطيك كاش في وجهك. بس انت كنت غلطان على شخص يمكن يكون معادي، هو عدو له، لا يوقف مع الحق، هذه حقيقه. يقول لك لا انت الغلطان، لا والله انت غلطان، والله ما داير تكذب علي. يعني هذه ميزه فيهم. يعني حصلت لك بقى مواقف كذا؟ والله مواقف كثيره يعني، بس ما تنقال يعني. ما تنقال يعني. أنا بس شوف هذه يعني دائما أكرر هذا الموقف اللي صار لي مع الكابتن سعد دبيبة، أحب اللي بسببه خليت الكورة. إيه هذا أحب يعني أتكلم فيه. يمكن أول مرة قلته في قناة دبي، بعدين استلم الحوار أستاذ سعد دبيبة وقال الخطة راح تكون كالتالي. يعني بما معناه الكلام سنة 81، بما معناه الخطة 8-0-0، بما معناه هذه خطة جديدة في الكورة، لأن في 9 في الملعب حارس و8. شلون 8-0-0؟ هاي أول مرة نسمعها. فصخت التيشيرت ورميتها عليه، وكان في وراء هذا الديسك كان في وراء جمهور قاعدين، فقلت له والله راح أصير فنان أحسن لي.